ايه بتقولوا ايه؟ ايه ده بقى المفاجأة دي ولا ايه؟ اه كده كده على الهواء مباشرة كده. طب بقى دلوقتي بيفاجئوني بحاجة، بيقولوا لي ان انت اخترت صورة ورسمتها لي. حقيقي ده حقيقي؟ حقيقي. وما وريتهانيش. ما هي مفاجأة. وانتوا ما وريتهانيش. مفاجأة. يا مفاجأة. تمام. طيب خلاص انا هوريها. ممكن اشوفها؟ هي فين؟ خلاص مش مشكلة تشوفيها. اه يعني ممكن اشوفها. واو تجنن. تجنن يا احمد تجنن تجنن. انت جبت منين الصورة دي؟ اسرار بقى. اه دي اسرار. اسرار شغل. مش انتوا اللي اديتوها له؟ انت جبتها منين؟ انت دخلت عندي صح؟ بجد تحفة. انا مبسوط تحفة يا احمد. ميرسي ميرسي. ربنا يخليك. طب اتفضل بقى لو تسمح. على فكرة ايوه انا عندي بورتريه زي ده بالظبط. تمام. لفنان فرنسي وانا في باريس، قعدني قدامه كده وصمم برضه يرسمني واختار لمحه ملهاش علاقه لا كانت بشكلي ولا يعني، اختار لمحه في وشي ولقطها انا قاعده مثلا بشكل معين فاكراها يطلعه كده، طلعني حاجه تانية. هو بيحط بيضيف ومعتزيه بيها جدا. ودي كمان ميرسي جدا يا احمد. ميرسي جميله. اتفضل بقى اشرح لي صورتي زي ما شرحتهم. ما هو انا بتكلم عن الناس في ظهرها. لا بقى لا اتفضل قول لي عينيا فيها ايه. لا هو انت موضوع القياديه موجود لان هنا عند مسافه الانف هنا اطول شويه، هي موجوده. تمام. بس هي جميله طبعا يعني. ميرسي. بجد هنا ما شاء الله العينين برضو بتدل على الرومانسيه والذكاء الاثنين مع بعض. انهي اللي فيها رومانسيه وذكاء؟ الاثنين. العين نفسها، العين فيها رومانسيه وفيها ذكاء. هنا الشفايف اللي تحت اكبر نسبيا من اللي فوق، ده دليل على الكرم على فكره. الكرم ده بيقولوا ايديا مخرومه. ما هو ده الكرم. ما يعني خالص. ما هو ده كرم ملحوظ.